نور اسمها نور ايه؟ نور محمد جلال. نور محمد جلال هي عرضت علم التوحد صح كده؟ سمات التوحد؟ كانت سمات التوحد. طيب احنا عايزين نعرف، هي طبعا حقنا من حوالي سنة تقريبا صح كده؟ طيب هي كانت بتتعلم ايه في الاول؟ يعني كانت بتعمل ايه قبل الحقن ودلوقتي مبقتش تعمل؟ كان التركيز ضعيف، كان الكلام قليل، ما كانتش عايزه هي تتكلم، كانت عصبيه عشان مش عارفه تعبر. دلوقتي ما بقتش عصبيه؟ لا الحمد لله العصبيه قلت، لانها بقت عارفه ايه عايزه، ايه اللي هي عايزاه، بقت تطلبه. تطلبه كلمه ما تقدرش تجمع جمله بس بتطلبه، بتعرف تقوله. بقت برضو تركيزها الحمد لله، العين ثبتت. كان العين فيها ايه بقى؟ لا العين كانت يعني مش مركزه معاكي، يعني مشتته، بص عليكي وبص الناحيه الثانيه وكده، يعني اللي هو ما تاخدش منك الكلام كله، ما تفهمش انت عايزه ايه. انت كنت حاسه ان العين بتروح وتيجي يعني؟ بالظبط، يعني انت تقولي لها الجمله تقوم هي بص الناحيه الثانيه، فما خدتش بقيه الكلام اصلا، ما ركزتش فيه خالص. فالحمد لله بقت ثبتت، بقى التركيز احسن، الاستقبال احسن، فهماكي احسن. طب هي دلوقتي لو عايزه حاجه بتقدر تقول لك عليها؟ بتقدر تقول لك انا عايزه تطلبها؟ الاول ما كانتش بتعمل كده، ما كانتش الاول بتقول حتى كلمه عليها، يعني مثلا تبقى واقفه لي كده نسياها الكلمه اللي هي عايزاه، تحس ان هي كانت تايهه شويه. بالظبط. دلوقتي حاسه ان الادراك احسن؟ الاحسن، الحمد لله. والدكتوره بتاعتها برضه حاسه ان احسن، حاسه ان هي كانت الاول التشتت ديت كانت سمات توحد، دلوقتي التشتت قل، بقت التشخيص بقى فرط حركه وتشتت انتباه. العمليه احسن الحمد لله. طيب الحمد لله. قلت لي ان هي كانت عصبيه شويه اكتر. عصبيه لانها قبل الحق. بالظبط. مش عارفه احنا مثلا لما نطلب منها حاجه وهي مش مركزه فيها كلها، تبقى بقى ايه متنرفزه ومش فاهمه احنا عايزين ايه، او هي عايزه تطلب الحاجه ومش قادره توصلها لنا، بتبقى متنرفزه ومش عارفه تقول ازاي. دلوقتي عشان بتطلب الحاجه فعارفه فهدت شويه. الحمد لله بقت حتى تطلبها كلمه كلمه مش جمله بس، اهي يعني بتقدر تعبر عن نفسها. قلت لي قبل الحقن برضو كانت اللثه بتاعتها على طول؟ كانت اللثه مبيضه، كانت المناعه ضعيفه، مناعتها كانت ضعيفه. بعد الحقن نحس ان هي الحمد لله المناعه بقت قويه شويه. مع ان هي حقنت مره واحده بس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب. يعني انت حاسه ان هي بقت اهدى شويه من قبل الحقن؟ اهدى واركز، مركزه، مع تعبير احسن، كلامها اوضح، عايزه تقول. هي الدكتوره لسه بتقول ان الذاكره ضعيفه، فهي عايزه الذاكره تقوى علشان خاطر تطلع الكلام، بس على الاقل عايزه تقول. يعني انت حاسه ان هي قادره تعبر عن اللي هي عايزاه يعني؟ لا، وهي قابله ان هي تقول، الاول ما كانتش عايزه انها تتكلم اصلا، هي مش قابله. هي نور لسه ما راحتش مدرسه؟ لا لسه. ولا حضانه ولا حاجه؟ لا بتروح حضانه بس كمش تعليمي برضو، اكيد يعني تعليمي قليل، بس الحمد لله التعليمي من بعد برضو الخلايا الجذعيه بقى احسن. حاسه ان هي بعد ما خدت الحقن ده بدات تركز في التعليم اكتر. في التعليم اكتر. طيب الحمد لله، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب يا رب. ان شاء الله بعد الحقنه الثانيه باذن الله تتحسن اكتر ان شاء الله. يا مسهل. يا رب يا رب. نور نور كلمي ابو نور. نعم. عامله ايه؟ ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها باذن الله، وبعد الحقنه الثانيه نشوف ان هي اتحسنت في ايه برضه باذن الله. ان شاء الله باذن الله.